20/8 مدينة رستن. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام. شلونك اخي؟ الحمد لله. خير، شايفكم بكي عم تشتغلوا هون بهالدمار بهالخراب هون، شو احكوا لي شو عم تشتغلوا؟ بدنا نطلع نشتري شمس صغير، ما في لا اكل لا في خبز لا في شيء. طيب ما في غير شو تشتغلوا انت؟ ما في، وقصف قصف والعالم عم تقول ما حدا عم يسجل يفتح. يعني ما في شغل غير هذا الشغل؟ الدنيا. ما في غير هذا الشغل؟ ما في غير هالشغل. طيب بهالوضع هذا شو الاوضاع المعيشيه برسه متوفره؟ الاساسيه من مي شرب كهرباء خبز؟ مي بتجينا ملوثه وما في، يعني مي شرب برستن ما في؟ ما في، وخبز فرن ما ضل، تفرج ده القصف ما ضل شيء. شايف انا هالدمار وهالبيوت كلها مدمره. طيب انتم هون برستن بهالوضع هذا وبهالايام عم تعيشوها والقساوه هي، شو متطلباتكم؟ شو انتم بدكم اياه؟ بدنا يوقف هالضرب. يعني بس بدك القصف يوقف؟ بس حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعطيك العافية. الله. مدينة رستن 20/8/2013 ومعاناة أهل هذه المدينة.